ابن الجوزي نقل أثر عجيب عن واحد من السلف قال كنت أشتهي أكل الهريسة. الهريسة دي أكلة كده بسوها، أنا ما بعرف شكلها كيف، زي المخبازة ولا شنو ما عارف. قال كنت أشتهي أكل الهريسة 10 سنوات بزار يأكل هريسة. قال ولكنها تباع وقت الدرس، بيبيعوها وقت الدرس لما نمرق بلقاه كملت. والله إذا كان إحنا نوقف الدرس ونرجع الهريسة ولا كيف؟ أحد التلاميذ ولعله في مجلس الإمام مالك أو غيره من أهل العلم، فأثناء الدرس جفيل ماشي بهناك، فمعظم الطلبة مرقوا داري يشوفوا الفيل. الفيل ده ما منظر غريب عليهم، فبقى قاعد هو براو. قام سألوا قال له مشيت معك مع صحبانك ده على تشوف الفيل؟ قال له أنا جيت إلى العلم ما جيت إلى الفيل، أنا جيت إلى أتعلم، ما جيت ساكل أي فيل، الفيل ده بلقى في محلة تانية. يا أخواننا المسألة بتحتاج إلى صبر، بأكلمك بجد يعني. واحد من السلف قال يوم لاحق الدرس قال فتأخرت عن الدرس ونزل المطر. قال وبيني وبين الشيخ جبل، والجبل عنده مضيق كده نفق ضيق يمشوا بيه. فقال الزمن ما بقضيني أمشي بهناك، من أصلا ممشي بغادي للجبل عشان يحصل الدرس. فاليوم ده اضطره ما لقى طريقة إلا يخش بالنفق الضيق ده. قال لما دخل بيجي بيضغط في نفسه عشان يطلع وضيق الفرقة. قال أضغط فذهب الثيابي، اتشرطت بأجال الهدوم، وبيضغط في نفسه. قال فالتصقت الحجارة قال بلحمي، قال فخلصت إلى عظمي، قال فنفست بعد ذلك. يضغط لحد ما دقت في العظم فاتمرق بهناك لحق الدرس. ده درس شنو ده هسه؟ ده انت من هنا بودوك رجع الكير طوالي. لكن يا ناس اعرفوا صبر السلف، اعرفوا صبر السلف كيف. الامام احمد لعله دار يمشي لعبد الرزاق الصنعاني من بغداد لحد اليمن، ده شق الجزيرة العربية شت مرق بهناك ويس لحد ما وصل بغادي. قال فصرت أبول الدم، يعني ده تعب ما عادي، زول بيتعب. لكن في النهاية الآن أنت في أي مسجد من مساجد المسلمين وفي أي مكتبة علمية وفي أي جامع يقول لك رواه أحمد، ببساطة كده رواه أحمد. أنت قال أحمد دي بس كده سايدة بس، رواه أحمد نازل ما تعبوا يا ناس، رواه أحمد دي ما سايدة. ويقول لك وصححه الألباني، الألباني أصلا أخوان مسلمين يكتبوا لك صححه الألباني، والألباني الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمر يوم إلا ويذكر الألباني في مساجد الدنيا. لكن المسألة سهلة. أخي الشيخ الألباني بيحكي في قصته، قال جاءوا ألم في عيونه فالطبيب منعه، قال له يا أخي أنت ما تقرأ الأيام دي، أقعد لك فترة من القراية زي فترة بسيطة يعني أسابيع كده. فقال استغلت الفرصة دي، بقيت بصنف في المكتبة، يعني أعرف إنه أي كتاب والكتاب ده بيحتوي على شنو وكده، وقاعد فيها تمحلة وكده بيرص فيها. قال بقت لي بها فرصة، قال فأعدت ترتيب المكتبة الظاهرية كلها رتبها من جديد تاني، وعمل فهرسة للمكتبة الظاهرية. الفهرسة دي تيسن قعدت فيها لما تموت ما بتقدر تشتغلها. فهرسة المكتبة، انت قال المكتبة الظاهرية دي 6 كتب دي بتلف جوا بيركشة رشة بتكون لافة بيه جوا، فهرسة كلها واي كتاب، والكتاب اللي فيه نواقص تلقى فيه اوراق ناقصة بيحفظ الاوراق الناقصة دي قاعدة وين، بعد شوية يلاقيه الكتاب التابع عليه يشيل الاوراق الناقصة يدخلها. انت قال كتب زي دي مخطوطات، يشيل المخطوطة الأوراق دي تابعة لدي دخيلة، ودي تابعة لهيني يرجع عليه، ودل الكتاب الفلاني كلها صنفة. قال له شان عيونه قال تعبانة كويس ما داري يقرأ في الوقت ده. فأنا دايرك تفهم إنه الشغلة دي فيها تعب، عشان كده أنت لو جعت لو أي حاجة الشغلة دايرة صبر يا أخوان.